بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي الأستاذ عبد الرحمن. اليوم عندنا تمرين في الدول. التمرين الأول وش يقول لك؟ F هي الدالة المعرفة على R ما عدا ناقص واحد واثنين، بما يلي F لـ X يساوي 2X مربع زائد X زائد 3 على ناقص X مربع زائد X زائد 2. واش قالك السؤال؟ ادرس نهاية الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها. واش معناتها؟ معناتها زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ناقص واحد بقيم صغرى وبقيم كبرى، اثنان بقيم صغرى وبقيم كبرى. نروحو للحل. الحل واش قالك؟ نهاية اف لي اكس، ليميت اكس لما يقول زائد ما لا نهاية اف لي اكس، واش قالك؟ قالك اكبر يعني العامل هذاك الاكبر تاع اكس على العامل الاكبر تاع المقام. واش معناتها؟ معناتها 2 اكس مربع على ناقص اكس مربع. واش تخرج لنا؟ تخرج لنا 2 على ناقص 1 وتخرج لنا ناقص 2. هذه منطبقه على الزائد ما لا نهايه والناقص ما لا نهايه. نروحوا لحساب ليميت اكس يؤول ناقص 1 وليميت اكس يؤول ل 2. اول عفسه نديروها هي جدول اشارات البسط، باسكو عملنا بلي ناقص 1 و 2 تعدم منا البسط المقام. ثم واش نديرو؟ نديرو جدول إشارة المقام. نشكلو جدول ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص واحد اثنين خارج مجال الجذرين نفس الإشارة، داخل مجال الجذرين عكس. نروحو ليميت اف لي اكس يؤول لما اكس يؤول ناقص واحد بقيم صغرى. واش معناتها؟ معناتها ليميت اكس يؤول ناقص واحد بقيم صغرى تاع البسط. البسط هو 2 اكس مربع زائد اكس زائد 3، كي نحسبو كي نعوضو بالناقص واحد تخرج لنا 4 عدد موجب. ليميت اكس يؤول ناقص واحد بقيم صغرى، نروحو للمقام تخرج لنا صفر. نروحو لهنايا في الناقص واحد، قالنا الناقص واحد بقيم صغرى معناتها تحت الناقص واحد، معناتها تخرج لنا سالبة ومنه تخرج لنا ناقص ما لا نهاية. نروحو للآن بقيم كبرى، سهلة هنايا نعود نروحو ديريكت لجدول الإشارات نلقاوها موجبة ومنه تخرج لنا زائد ما لا نهاية، باسكو موجب على الموجب موجب زائد ما لا نهاية. نروحو الآن لاثنين، لما ليميت لما إكس يؤول لاثنين بقيم صغرى، إف لي إكس يساوي شحال يساوي؟ هذي نخلوها فارغة. ليميت إكس يؤول لاثنين بقيم صغرى تاع البسط هو 2X مربع زائد إكس زائد 3 يساوي 13، قيمة موجبة فوق صفر. ليميت تاع المقام إكس يؤول لاثنين بقيم صغرى ناقص إكس مربع زائد إكس زائد 2 معدومة تساوي صفر. نروحو للجدول الإشارات نشوفو درنا بقيم كبرى معناتها سالبة، لا درنا بقيم صغرى، دقيقة، درنا بقيم صغرى معناتها موجبة. واش معناتها؟ معناتها الموجب على الموجب تخرج لنا زائد ما لا نهاية، ومنه ليميت اف ليميت اف لي اكس تخرج لنا زائد ما لا نهاية. نروحو ليميت اكس يؤول لاثنين بقيم كبرى، في جدول الإشارات بقيم كبرى عندنا مجال يعني الإشارة تاعو سالبة، ومنه تخرج لنا ناقص ما لا نهاية، باسكو الموجب على السالب يخرج لنا ناقص ما لا نهاية. نروح الآن للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش قال لك؟ التمرين الثاني يقول عين نهاية الدالة F عند A في كل حالة من الحالات التالية: F X يساوي X ناقص جذر X و A يساوي زائد ما لا نهاية. معناتها تعين النهاية تاع الدالة F لي X هذه عند زائد ما لا نهاية. F لي X يساوي X ناقص جذر X على X مربع زائد واحد، و A يساوي زائد ما لا نهاية. F لي X تالتة هو جذر X زائد واحد ناقص 2 الكل على X ناقص 3 و A يساوي 3. نروح للحل. الحل واش قال لك؟ F لي X يساوي X ناقص جذر X. نروحو للأولى، واش عندنا؟ كي لو كان نحسبو لما ليميت اف لما ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهايه تاع اف لي اكس تخرج لنا زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، وحنا عرفنا باللي جمع زائد ما لا نهايه زائد ناقص ما لا نهايه تخرج لنا حاله عدم تعيين. ومنهم حنا نسيو كيف نحو حاله عدم تعيين. واش نديرو؟ نخرجو اكس كعامل مشترك. كيفاش نديرو؟ تولي هنايا تولي اكس ناقص اكس جذر اكس على اكس نورمال، ما درنا والو. واش تولي x نخرجو عامل مشترك تولي واحد ناقص جذر x على x، وهي نفسها واحد ناقص واحد على جذر x الكل في x. واحد على جذر x كنعوضوها بزائد ما لا نهاية تروح بالزيرو، باسكو واحد على ما لا نهاية صفر. تما تبقى غير ليميت تاع x، الاكس في زائد ما لا نهاية تبقى لنا زائد ما لا نهاية.
مين هو ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهاية؟ اف لي اكس يساوي زائد ما لا نهاية. نروح للاف لي اكس الثانية. اف لي اكس قالك اكس ناقص جذر اكس الكل على اكس مربع زائد واحد. اف لي اكس يساوي واش نديرو؟ نسيو نخرجو اكس و اكس مربع عامل يعني اكس عامل مشترك. هي واش نديرو؟ نديرو كيما درنا الفوقة. واش درنا؟ درنا ولات اكس في واحد ناقص جذر اكس اكس. نفس الشيء لهنايا، واش تولينا؟ اكس ناقص اكس جذر اكس على اكس على اكس مربع زائد اكس مربع على اكس يساوي اكس اكس على اكس مربع. نخرجها وحدها، واحد ناقص واحد على جذر اكس على واحد زائد واحد على اكس. تبقى لنا واحد على اكس في واحد ناقص واحد جذر اكس على واحد زائد واحد على اكس. واش نديرو؟ سهلة، زائد ما لا نهاية. واحد على زائد ما لا نهاية شحال تخرج؟ صفر. واحد على ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية صفر. صفر مضروب في اي عدد يساوي صفر. ومن هو ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول زائد ما لا نهاية يساوي الصفر؟ لان ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهاية واحد على اكس يساوي الصفر. نروحو للجملة الثالثة. الجملة الثالثة واش قالت؟ اف لي اكس يساوي جذر اكس زائد واحد ناقص اثنين الكل على اكس ناقص ثلاثة. حالة عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. هنايا لما تعوض الا تعوضو بالثلاثة. واش نديرو؟ اف لي اكس نسيو نحو الجذر اللي راهو في البسط، نضربو في جذر اكس زائد واحد زائد اثنين. باسكو واش قالك؟ قالك العكس، تضرب في العكس باش يروحو بالتربيع. واش تولي؟ تضرب وتقسم، تضرب في جذر اكس زائد واحد زائد اثنين على جذر اكس زائد واحد زائد اثنين يساوي. حنايا واش نديرو؟ تضرب هذا يولي جذر اكس زائد واحد ناقص اثنين في جذر اكس زائد واحد زائد اثنين من الشكل تاع الطبقة الشهيرة الثالثة أ زائد ب في أ ناقص ب تعطينا أ مربع ناقص ب مربع، تعطينا اكس زائد واحد جذر اكس زائد واحد مربع. الجذر يروح مع اكس زائد واحد باسكو ديجا الدالة تاعنا راهي معرفة من المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، معنتها راهي موجبة اوتوماتيك من تما تخرج لنا اكس زائد واحد ناقص اثنين مربع تما ناقص ربعة. لما نعوضو يعني اكس زائد واحد ناقص ربعة تخرج لنا اكس ناقص ثلاثة. اكس ناقص ثلاثة تروح مع اكس ناقص ثلاثة، واش تبقانا؟ تبقانا واحد على جذر اكس زائد واحد زائد اثنان. نعوضو اكس بثلاثة تولي لنا اكس زائد واحد، معناتها ثلاثة زائد واحد ربعة، جذر ربعة هو اثنين زائد اثنين ربعة. ومنه ليميت اف لي اكس يساوي واحد على اربعة. وهكذا نكون قد انهينا فيديو اليوم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس لتصلك كل جديد. لا تنسوا الدعم باللايك ونشر القناة في كل مكان لكي تعم الفائدة ان شاء الله. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. انتظرونا في المزيد من التمارين والافكار الجديدة، وشكرا والى اللقاء.